أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. اليوم وفي إطار البرمجة الخاصة بالنقل الجوي والمطارات، يسعدنا أن نستضيف السيد خالد الشرقاوي، المدير العام للطيران المدني. أهلا وسهلا بك سيد الشرقاوي. أهلا وسهلا. أولا سيد الشرقاوي، قدموا لنا نبذة مختصرة عن المديرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني قبل ما ندخلوا في يعني في تقديم المديريه، فلا بد من نهضروا على نتكلموا على القطاع ككل. شنو هما المكونات ديال القطاع وشنو هو القطاع؟ فكما كتعرفوا بان القطاع ديال الطيران المدني والنقل الجوي هما القطاعات الاستراتيجيه بالمغرب، استراتيجيه لارتباطه والدور ديالو اللي كيلعبوا في الاقتصاد الوطني. فاولا كما كتعرفوا النقل الجوي هو من الدعائم الاولى ديال السياسه ديال السياحه في المغرب. ثانيا الدور اللي كيلعبوا القطاع ديال الطيران المدني يعني في الحركيه بين المغرب والخارج، والخدمات اللي كيقدمها للمسافرين ولا سيما المغاربه المقيمين بالخارج. ثالثا يعني الدور اللي كيلعبوا النقل الجوي والطيران المدني في فك العزله عن مجموعه المناطق ويعني تقليص المدد ديال السفر، بالاضافه الى الدور اللي كيلعبوا يعني في الصناعات ديال الطيران، وكذلك يعني الفرص ديال الشغل والقيمه المضافه اللي كيخلقها. والاستراتيجيه ديال هذا القطاع هذا كما كتعرفوا كاين واحد المجموعه ديال المتدخلين، اللي كاينه المديريه العامه ديال الطيران المدني اللي داخل الوزاره ديال التجهيز والنقل واللوجيستيك، وكاين المكتب ديال المطارات، كاين الشركات ديال النقل الجوي بما فيهم الشركة الوطنية، وكاين يعني مراكز ديال الصيانة، وكاين مراكز ديال الصناعة ديال الطيران، وكاين مؤسسة ديال التكوين في مهن ديال الطيران. فهادو المتدخلين يعني في القطاع ديال الطيران المدني. فكل واحد عنده الاختصاصات ديالو وعنده الدور ديالو. فبالنسبة للمديرية العامة ديال الطيران المدني، فهي المديرية داخل الوزارة اللي كتسهر أولا على إعداد يعني الاستراتيجية والتصور ديال القطاع والآفاق المستقبلية ديالو. ثانيا بأن الدور ديال هذه المديرية هو يعني الاتصال بالمنظمة الدولية ديال الطيران المدني، وكذلك المنظمات الجهوية وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، وكذلك المنظمة ديال الطيران العربية. والدور ديالها كيكون يعني في بلورة يعني المجموعه ديال القوانين والنصوص التشريعيه اللي كتستجب للمعايير ديال الدوليه وكتسقطهم على يعني القانون المغربي، وكذلك مجموعه ديال القوانين والتشريعات اللي كتسير هذا القطاع. ثالثا هذه المديريه يعني كتسهر يعني البلورات مجموعه ديال الاتفاقيات الدوليه من اجل تنميه يعني تنميه القطاع والتعاون الدولي، ويعني الاتفاقيات ديال النقل الجوي. ثالثا بان هذه المديريه بالمديريات كاينين فيها جوج المديريات، مديريه ديال الملاحه الجويه ومديريه النقل الجوي، اللي كيحاولوا كيسهروا المدى تطبيق القوانين الدوليه والقوانين الوطنيه على ارض الواقع يعني بالنسبه للشركات وجميع المتدخلين في القطاع. فهادو هما يعني الاختصاصات الاساسيه ديال المديريه. وكاين المتدخلين اللي قلت لك الاخرين، كل واحد عنده الدور ديالو، وكاين واحد الارتباط وثيق ما بين المديريه والمكتب الوطني للمطارات. يعني هناك عمل مشترك. عمل مشترك، وكتكون يعني المراقبه وتتبع العمل ديال جميع المتدخلين. وماذا عن اهم انجازات المديريه خلال الفتره الاخيره، يعني من سنه 2012 الى سنه 2015؟ يعني الانجازات جد 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 كثيره مهمة. فغادي نوقفوا على يعني الانجازات المهيكله ديال القطاع. فاولا الحاجه اللي نقدروا نبداو بها هو يعني بان في 2016 تمت المصادقه على مدونات الطيران المدني، وهذا هو اول قانون واول مدونه اللي كتوفر عليها المغرب وكتستجب يعني التوجهات الدوليه والتشريعات الدوليه اللي صدرت مؤخرا. فهذا يعني كيمكن المغرب باش يكون عنده واحد التشريع اللي كيتماشى مع اخر التطورات اللي كيعرفها القطاع ديال الطيران المدني، سواء بالنسبه للمنظمه الدوليه للطيران المدني او كذلك يعني العلاقه اللي عندنا مع الاتحاد الاوروبي يعني في هذا المجال ديال الطيران المدني. الانجاز الثاني هو اللي نقدروا نتكلموا عليه، هو تمت يعني المصادقه على مطار ديال اكادير كمطار يعني ذو مواصفات دوليه وكيستجب يعني المعايير الاخر المعايير الدوليه. انجاز اخر هو كاين عندنا بان في المديريه تمت المصادقه
المديريه يعني بنظام الجوده كنقولوا ايزو 9001، وهذا يعني كيشهد المديريه بمدى جوده الخدمات اللي كتقدمها ومدى الاستجابه للطلبات ديال جميع المتدخلين. فكذلك عندنا انجازات اللي مهمه اللي كتمثل يعني في التوقيع على واحد المجموعه ديال الاتفاقيات الدوليه، وهذا كيجي في التوجه ديال الاستراتيجيه ديال الوزاره لتنويع الشراكات مع جميع الدول، سواء مع الدول الافريقيه او الدول الاسيويه او امريكا اللاتينيه، وهذا اللي كيمكن يعني المغرب باش غدا نقدروا نفتحوا يعني خطوط جديده في اتجاه هذه الدول، ومن جهه اخرى يعني ربط يعني تعاون تقني في مجال ديال الطيران المدني. انجازات اخرى يعني كتمثل بان هذا العام يعني في 2016 نظمنا واحد الدوره تكوينيه للمفتشين ديال مجموعه ديال الدول الافريقيه، وهذا كيجي يعني في اطار ديال الانفتاح ديال المغرب على الدول الافريقيه، وكذلك المواكبه ديال هذه الدول يعني للرفع من جوده ديال الخدمات، وكذلك الرفع من المؤهلات والكفاءات ديال العاملين بهذه الدول، وبالخصوص يعني في مجال ديال المراقبه مدى احترام الشركات والمتدخلين للمعايير والقوانين الدوليه. وهذه المشاركه هذه يعني لقات واحد التنظيم ديال هذه التظاهره يعني لقات واحد صدى طيب عند مجموعه ديال الدول، وحاليا كتوصلوا بواحد العدد ديال المراسلات من الدول الافريقيه اللي كيطلبونا ترغب يعني في تكثيف هذا يعني هذه الدورات التكوينيه وتوسيعها لمجالات اخرى يعني في القطاع. انجاز اخر هو في 2015 تم تنظيم في المغرب اول معرض ديال الطيران رجال خاص وطيران رجال الاعمال، يعني اول معرض وكنلقى واحد النجاح كبير، رغم يعني بان كانت الدوره الاولى الا واخا الدوره الاولى الحمد لله كانت واحد النجاح كبير، وهذا بشهود يعني ديال المتدخلين. وحنا حاليا يعني كنخدموا مع الميبا اللي كتنظم هذا النوع من المعارض في الشرق الاوسط، وتم يعني تم الاتفاق معهم باش غادي يكون سنه في المغرب وسنه في الامارات العربيه في دبي، وهذا غادي يعطي يعني المكانه ديال المغرب يعني واحد المكانه قويه يعني في مجال ديال الطيران، بالخصوص في هذا القطاع ديال طيران رجال الاعمال وطيران الخاص. وماذا عن استراتيجيه المديريه وخاصه استراتيجيه اجواء؟ فكما كتعرفوا بان يعني المغرب يعني في السنوات الاخيره حقق واحد المجموعه ديال الانجازات في مجال ديال الطيران المدني والنقل الجوي، فيعني تمكنا في ظرف اقل من 10 سنوات يعني في مضاعفه يعني العدد ديال المسافرين، وكذلك عدد ديال الرحلات الجويه، ويعني الشركات اللي كتربط المغرب مع باقي الدول. فهاد الانجازات هادو هاد يعني شجعتنا يعني باش ندير واحد استراتيجيه جديده يعني لاستغلال جميع المؤهلات اللي كتوفر عليها المغرب لتطوير هذا القطاع هذا، وخصوصا بان عندنا ايمان راسخ بان يعني القطاع ديال الطيران المدني خصو يكون من القطاعات المتميزه في المغرب والرائده اللي الدور اللي يقدر يلعبوا يعني في مواكبه واحد المجموعه ديال الاستراتيجيات. فهذا يعني بمشاركه يعني التدخل ديال جميع المتدخلين اللي شرط لهم يعني في بدايه ديال الحلقه، وكذلك يعني المشاركه ديال القطاع الخاص كلهم كانوا يعني حاضرين في بالورد استراتيجيه اجواء 2035 اللي ما بين عندها ثلاثه الاهداف. اولا يعني الرفع من عدد المسافرين اللي دابا حاليا عندنا تقريبا 18 مليون ديال المسافر، وبغينا نوصلوا في 2035 اللي لما يفوق 70 مليون ديال المسافرين. من جهه اخرى يعني الهدف الثاني هو الرفع من يعني الشحن الجوي، فحاليا تقريبا عندنا 60 الف طن ديال الشحن الجوي، والهدف هو مضاعفه هذا العدد هذا على الاقل ثلاثه المرات فوق 2035. الهدف الثالث هو يعني بان المغرب جا في واحد الموقع الاستراتيجي يعني، وبان كيشكل يعني الفضاء ديالو ويعني كيشكل واحد طريق يعني اللي جد مهمه ملتقى الطرق يعني ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. فهذا خلانا باش يعني غادي ندير واحد استراتيجيه في الرفع من الطاقه الاستيعابيه ديال المجال الجوي ديالنا اللي غادي نمروا من حوالي 160 الف
يعني حركيه جويه لتقريبا واحد 550 حركه جويه يعني في السنه. وهذا يعني يعني بان الشركات كتفضل باش تدوز من السماء للمغرب لتوفر المغرب على مجموعه ديال التجهيزات يعني وديال ديال ديال لي بروسيدور ديال سميتو زياده على الكفاءات اللي كيتوفر عليها المغرب. كفاءات بالخصوص يعني الطاقه البشريه لتدبير الحركيه الجويه يعني في المغرب. وهذا يعني هاد الاهداف بثلاثه يعني تسقطات على واحد 8 ديال المحاور اللي كنخدموا عليهم. المحور الاول هو يعني تطوير الحركه الجويه بالمغرب يعني باش نقدروا نوصلوا ل 70 مليون ديال المسافرين. يعني خصنا نبدا نطوروا الحركه الجويه وكتجي عبر يعني التوقيع على ما امكن من الاتفاقيات الدوليه، وكذلك تشجيع الشركات يعني ديال الطيران المدني باش يجيو للمغرب، وكذلك تشجيع خلق شركات جديده في المغرب يعني وفتح خطوط جديده. ثانيا عندنا يعني الهدف الثاني هو يعني ضمان يعني اعلى مستويات ديال السلامه وديال الامن يعني في الطيران المدني والنقل الجوي. وهادو يعني كيبقاو من يعني من الاولويات ديال 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 المديريه وكذلك جميع المتدخلين لحمايه يعني المستهلكين والمستفيدين والمرتفقين في هذا القطاع. ثالثا كتجي يعني لها يعني المحور الثالث هو يعني تحسين جوده الخدمات والمحافظه على البيئه يعني اللي كيجي هو الجانب البيئي يدخل ايضا يعني كيدخل في الاستراتيجيه. وهذه يعني دي ريكومونداسيون يعني توجيهات ديال المنظمه العالميه للطيران المدني. المحور الرابع هو يعني عندنا واحد المخطط مديري ديال المطارات اللي كيهدف للرفع من الطاقه الاستيعابيه ديال المطارات يعني لمواكبه التطور ديال المسافرين. فيعني حنا الهدف كنهدفوا في 2035 يمكننا يعني نوصلوا لواحد 90 مليون ديال المسافرين يعني كطاقه استيعابيه ديال المطارات. ويعني في هذا المخطط يعني في المخطط المديري للمطارات عندنا يعني الرفع من الطاقه الاستيعابيه ديال المطارات بصفه عامه، وكذلك يعني بناء مطارات جديده وبالخصوص يعني عندنا يعني مطار جديد اللي غادي يكون في مدينه مراكش يعني، والمطار الحالي يعني غادي يتم يعني التطوير ديالو لاستقبال واحد النوع اخر من الحركه الجويه بالخصوص يعني النقل ديال الخاص والطائره رجال الاعمال الى اخره وانشطه اخرى يعني متنوعه في هذا المطار. يعني المشروع الثاني هو يعني كاين يعني اعاده هيكله ديال المطار ديال طنجه اللي يعني لمواكبه التطور ديال الحركيه الجويه في المنطقه، وكذلك جعل المطار ديال طنجه من المطارات المهمه نظرا للدور اللي كتلعبوا طنجه تطوان يعني الجهه ديال طنجه تطوان موقع استراتيجي واقتصادي ولوجستيكي ويعني من ولمواكبه يعني مشروع طنجه الكبرى ايضا فعلا. وعندنا يعني مشروع اللي مهم هو يعني خلق قطب مطاري جديد ما بين الدار البيضاء والرباط اللي هو مطار بن سليمان. فكاين يعني دراسات وتوجه يعني لخلق هذا المطار يعني مطار كبير يعني مطار كبير وعلى غرار ما هو معمول به يعني في العواصم الدوليه. فبحال دابا ملي كنشوفوا على سبيل المثال باريس كتلقى فيها جوج ولا ثلاثه المطارات كبرى، يعني دبي فيها جوج ديال المطارات اللي كبرى ما يكونش الضغط على مطار واحد. الولايات المتحده الامريكيه كذلك في نيويورك او في واشنطن كتلقى واحد المجموعه ديال المطارات. فهذا غادي يكون واحد التكامل يعني ما بين المطار ديال بن سليمان مطار الدار البيضاء محمد الخامس ومطار الرباط. وهذا يعني زياده على توسيع يعني الطاقه الاستيعابيه ديال المطارات. وعندنا يعني توجه اخر هو يعني بان القطب ديال الدار البيضاء لازم يعني ما نطوروا حتى يلعب يعني الدور ديالو كاملا ك يعني قطب جهوي ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. وكذلك ان يعني واحد مشروع اللي مهم هو يعني تطوير يعني المطار ديال الدخله باش يكون حتى هو قطب يعني لجنوب جنوب يعني ما بين الدول يعني جنوب الصحراء يعني اللي يمكن يعني يكون هو واحد منصه مطاريه مهمه لتؤدي واحد مجموعه الخدمات ومواكبه التطور ديال المناطق الجنوبيه ويعني وخلق من يعني مدينه الدخله كيعني واحد المنصه اقتصاديه ولوجستيكيه وكذلك صناعيه اللي يعني يكون يعني قطب جديد يعني في الجنوب يعني وبالخصوص غادي يكون عنده واحد الدور مهم يعني في الحركه الجويه ديال جنوب وكذلك غادي يشكل يعني واحد الطاقه
لنقل البضائع ونقل المسافرين في هذا الاتجاه هذا. يعني الحجم ديال الاستثمارات في هذه الاستراتيجيه واحد حجم مهم اللي تقريبا كيقارب واحد 94 مليار ديال الدرهم على مده ديال 20 سنه، فيها 40 مليار ديال الدرهم اللي غتخصص يعني المجال ديال المطارات والتوسع البنية التحتية. كاين تقريبا عندنا 35 مليار ديال الدرهم اللي غادي تكون يعني اللي خصها تكون يعني كاستثمارات في مجال ديال الشركات ديال النقل الجوي، يعني لشراء الطائرات يعني حتى مواكبات هذا التطور يعني الهائل في نقل المسافرين. وكاين يعني استثمارات مختلفة سواء في مراكز الصيانة أو في مؤسسات ديال التكوين أو في يعني في مجالات ديال اللي كترتبط يعني بقطاع ديال الطيران المدني. إذا نتمنى لكم التوفيق في مهامكم وفي كل هذه المخططات والاستراتيجيات، وأشكركم على كل هذه التوضيحات والأجوبة التي قدمتموها لمشاهدينا. شكرا. مرحبا بك سيد الشرقاوي. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى حلقة مقبلة بحول الله.